الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، سوف نذهب مباشرة إلى هذا الفيضان المدمر الذي أغرق مدينة كاملة خلال ساعات قليلة فقط. ما الذي حدث في مدينة فالنسيا بإيطاليا بإسبانيا عفوا؟ كيف أدى إلى هذا الدمار الكبير خلال ساعات قليلة؟ كيف باغت الناس هذا الطوفان؟ ما هي أسبابه؟ وما هي الخسائر؟ أكثر من 100 قتيل، آلاف المنازل دمرت، آلاف المنازل غرقت. انظروا إلى هذه السيارات، هنا تحولت إلى علب كرتون. سبحان الله، انظروا معي أيها الأحبة إلى قوة الماء. قوة الماء، الماء الذي هو أساس الحياة، انظروا معي، الذي الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دونه، ولا يستطيع أي كائن حي أن يعيش من دون الماء. انظروا كيف يتحول لوسيلة للدمار والإغراق والهلاك والخسائر، خسائر فادحة جدا. عشرات الأشخاص لازالوا مختفين حتى الآن. آلاف المنازل أغرقها لأكثر من مترين، ارتفع مستوى الماء في بعض المنازل 2 متر، تصور يعني مغرق. 150,000 شخص بلا كهرباء، بلا مأوى، بلا اتصالات إلى آخره. فانظر معي أخي الحبيب، اليوم نريد أن نأخذ العبرة، ونريد أن نتعلم معا دعاء الكوارث، ونريد أن نتعرف لماذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من سبع موتات. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من 7 أنواع من الموت، سنتعرف عليها في حديث صحيح للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. قبل كل شيء أيها الأحبة، في هذه الليلة أريد أن أتعرف معكم على أسباب مثل هذه الكوارث، ولماذا وصف بأنه دموي. ما الذي جعل العلماء يصفون هذه الكارثة بأنه فيضان دموي؟ الحقيقة أحبتي في الله، هناك منخفض جوي جاء بشكل مفاجئ، منخفض حاد جاء بشكل مفاجئ، أدى لنزول كمية كبيرة من الأمطار خلال 7 أو 8 ساعات. نزلت كمية كبيرة، حدود 400 ملليمتر. فهذه الكمية المفاجئة وهذا المطر الذي يستبشر الناس فيه خيرا، والذي هو سبب للحياة، قد يكون سببا للموت أيضا. انظروا كيف أغرق هذه المدينة، انظروا إلى هذه السيارات. التكنولوجيا الحديثة كلها تقف عاجزة، العلماء بأجهزتهم بكل الإمكانيات التي يمتلكونها يقفون عاجزين متفرجين. كل الحضارة الحديثة أيها الأحبة تفشل أمام الماء الذي هو جندي من جنود الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. طيب، سؤال: هل كثرة الظواهر الغريبة والمدمرة هي دليل على اقتراب الساعة؟ هناك حديث عظيم يؤكد أن يدي الساعة أمور كثيرة، ومنها أمورا عظاما. النبي تحدث عن أمور عظيمة سنراها لم نكن نتوقعها أو نفكر بها من قبل. مثل هذه الفيضانات، يعني بالأمس قبل مدة قليلة ضرب إعصار ميلتون أمريكا، وخلال 24 ساعة تسبب بدمار يقدر بأكثر من 100 مليار دولار.
لأن الإعصار كان عنيفا من الدرجة الخامسة وجلب الكثير من الحشرات والدبابير والأفاعي والتماسيح. أيضا هنا يقول العلماء إن هناك الكثير من الحشرات خرجت من أوكارها وبعض الحيوانات، وبالتالي هذا ليس مجرد فيضان بل هو وباء أيضا. الحقيقة أيها الأحبة، عذاب الله يأتي فجأة. بعض الناس يقول هذه ظاهرة طبيعية، هي ظاهرة طبيعية مثل كسوف الشمس، مثل أي زلزال أو بركان أو تسونامي، ولكن هذه الظاهرة الطبيعية يجب أن ننظر لها بعين العبرة، أن نأخذ العبرة، لأن هذا نوع من العذاب. يعني الذي غرق بيته ومات أو فقد أحد محبيه، أليس هذا نوع من العذاب، من أنواع العذاب؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فدائما أيها الأحبة، هناك عذاب أدنى هو أكبر، هو أقل من العذاب الأكبر الذي هو يوم القيامة. فمثل هذه الظواهر هي إنذار بالنسبة للمؤمنين الذين يعقلون، المؤمن الذي يخاف الله، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فرعون غرق، وقد يقول قائل هذه ظاهرة طبيعية أن البحر أغرق فرعون، كل يوم هناك كثير من الناس يغرقون، ولكن القرآن نظرة ثانية قال لنا وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. دائما المؤمن ينظر لمثل هذه المشاهد أنها وسيلة للعبرة، نأخذ منها العبرة ونستعد للقاء الله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له حديث يقول فيه من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. طيب، الإنسان يكون في بيته نائما بعد منتصف الليل مطمئنا راقدا يخطط ماذا سيفعل في اليوم التالي وكيف سيحل مشاكله وماذا لديه لقاءات ولديه مواعيد لديه أعمال، فجأة وإذا بالماء يغمر بيته فيموت موت مفاجئ. لذلك من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، وموت الفجأة يأتي نتيجة الأمراض الكثيرة، الأوبئة، كثرة الفيضانات، كثرة الأعاصير، الزلازل. يقول العلماء إن هذه الظواهر المدمرة تتسارع، تحدث بمعدلات أعلى وتكون مدمرة أكثر. يعني كلما يعني تقدمت سنوات كانت هذه الظواهر أكثر تدميرا. لذلك هنا لابد أن نتذكر أيها الأحبة آية كريمة من آيات الخالق سبحانه وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا خطاب لكل البشر، ليس فقط للظالمين وليس للمشككين، بل هو أيضا للمؤمنين ليأخذوا العبرة ويتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى خالقهم سبحانه وتعالى. فإذا أيها الأحبة، هذه الأحداث المتكررة تدعونا أن نتأمل حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول فيه استعاذة، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات، من سبع موتات. وهذا الحديث مناسبته الآن جيدة
لأنه كثرت هذه الظواهر وهذه المشاكل. أولاً موت الفجأة، أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من موت الفجأة رقم واحد. وينبغي أن نستعيذ بالله، نقول يا رب أعذنا، يعني احفظنا من موت الفجأة، يا رب احمنا من موت الفجأة، هذا معنى الاستعاذة. أنا استعذت بك يا رب، احتميت والتجأت إليك وطلبت منك الحماية والحفظ. وكان يستعيذ من لدغة الحية أيضا. هذه الأشياء التي قد يموت فيها الإنسان استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السبع أو السباع، يعني الأسود والحيوانات مفترسة. وكان يستعيذ بالله من موت الحرق، أن يموت في حرق مثلا، نسأل الله العافية للجميع. وكان يستعيذ بالله من موت الغرق أيضا، هذا الأمر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نرى أمامنا هنا الذين ماتوا غرقا حقيقة يعني. ومن أن يخر علي شيء أو يخر على شيء، كما يحدث في الأراضي المحتلة، أناس في بيوتهم تهدم عليهم المباني والبيوت، فهذا موت استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخر فوقه سقف أو جدار أو أي شيء آخر. واستعاذ أيضا الموت السابعة من القتل عند فرار الزحف، يعني عندما يهرب الناس من الزحف يعني المعارك والجهاد، استعاذ بالله أن يموت وهو مدبر غير مقبل، يعني دائرا ظهره، يعني استعاذ بالله أن يفر ويقتل. لذلك هنا أيها الأحبة يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نستعيذ بالله من هذه الأشياء السبعة. طبعا أنا هنا يمكن أن أتذكر معكم قصة سيدنا نوح عليه السلام، كيف أهلك الله قومه بالطوفان. فسبحانه وتعالى يقول فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. طبعا مثل هذه المشاهد أيها الأحبة هي صورة مصغرة للهلاك، صورة مصغرة يمكن أن تمر مرور الكرام أمام أي إنسان لا ينتبه لها. وبالنسبة للمؤمن يأخذ العبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالنبي نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا رب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. سبحان الله. فإذا أيها الأحبة هناك الكثير من الآيات التي تجعلنا نستعيذ من شر الغرق ومن موت الغرق. وهناك أدعية يعني علمنا القرآن، القرآن مليء بالدعاء. سيدنا ذو النون عليه السلام وهو يونس عندما كان في بطن الحوت دعا بدعاء عظيم، هو دعاء النجاة من الكوارث. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالمفروض كل واحد منا أن يكرر هذا الدعاء ولو 7 مرات كل يوم حتى وهو آمن، يعني لا تنتظر الكارثة حتى تأتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كل يوم 7 مرات، سهل جدا، خلال نصف دقيقة تكرر هذا الدعاء 7 مرات. النتيجة أن الله ينجيك من الغم كما أنجى سيدنا يونس عليه السلام.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا أيها الأحبة في هذه الحالة أتذكر معكم أيضا النداء الإلهي: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتي من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالموت يأتي بغتة أخي الحبيب، العذاب يأتي بغتة. فالإنسان المؤمن حتى إن مات في أي حادث سيموت مؤمنا مسلما موحدا، وسيكون فرحا بلقاء الله. بالنسبة لغير المؤمن للأسف قد يكون مصيره سيئا إن لم يسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتيه العذاب. لذلك هنا القرآن دائما يحذرنا ويعطينا العبرة، بينما بالنسبة للملحد يقول لك هذه ظواهر طبيعية لا تهمنا، فيبقى في حالة غفلة حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله يفتح عليهم أبواب كل شيء فيستكبر ويلهو ويعبث، وتجده يفتخر بنفسه ويتكبر في الأرض حتى يأتيه الموت فجأة: أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون. إبليس سمي إبليس لأنه يائس، مبلس من رحمة الله، يائس من رحمة الله، فإذا هم مبلسون أي يائسون. حقيقة أيها الأحبة هذه الظواهر كما قلت لكم تدل على اقتراب الساعة. ما الذي يمنعنا الآن من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يمنعنا أن نعود للملك عز وجل ويعني نسارع في التوبة إلى الله ونستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ أنا لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات وأن تكون يعني عبرة لنا دائما، وأختم دائما بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كيف ندعو الله: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا الدعاء أيها الأحبة دعاء مهم جدا، هذا الدعاء يحفظك من الشر، يقضي ديونك، يذهب همك. هذا الدعاء حقيقة يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان عليك ديون كأمثال الجبال يقضيها الله عنك، وهموم أيضا. فمهما عصفت بك الهموم ومهما يعني تراكمت عليك المشاكل، التجئ دائما إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يجيرك وبيده كل شيء. يعني أيها الأحبة انظروا، كل ذرة ماء، كل جزيئة ماء لا تتحرك إلا بأمر الله. كل إنسان يموت في كارثة لا يموت إلا بأمر الله. لا تظن أن ملك الموت ينتظر هذا الطوفان حتى يحدث ليأتي ويقبض روح من كتب الله له الموت، لا، ملك الموت لديه جدول، برنامج. الإنسان عندما يخلق في بطن أمه وعمره 42 يوم أو 42 يوم 6 أسابيع، يكتب الملك أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فلذلك هذا الأمر أيها الأحبة ينبغي ألا يغيب عنا،
فإذا كان الرزق مكتوب وكان الأجل مكتوب والعمل مكتوب والمصير النهائي مكتوب شقي أو سعيد، يعني من أصحاب النار أو من أصحاب الجنة، فإذا كانت كل هذه الأمور الأساسية التي تحدد مصير الإنسان مكتوبة عند الله، فلماذا تحزن وتيأس ولماذا تبتئس ولماذا تحمل هم الغد؟ يعني انظر الذين ماتوا في هذه الأكثر من 100 شخص حتى الآن، يعني الإحصائيات، كل واحد منهم لديه أحلام ولديه مخططات ولديه أشياء سيفعلها ولديه أعمال ومشاكل ولديه هموم، وربما تجد شخص منهم ينام مهموما وهو يفكر ماذا سيأكل في الغد، كيف سيقضي ديونه، كيف كذا كيف كذا، وهو لا يعلم أن هذه آخر ليلة في حياته. فلذلك النبي هنا علمنا أن نفكر بالموت، قال أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو الموت. فالإنسان حتى يتخلص من الخوف من الكارثة يجب أن يكثر من ذكر الموت، وأن تكون كل يوم مستعد للموت. يعني ولو أطلت عليكم قليلا، النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا أتكلم هذا الكلام ونحن نرى هذه المشاهد لتزداد العبرة عندنا، لأن الإنسان عندما يرى الموت أمامه ويرى الهلاك ويرى الناس تغرق، فهذا المنخفض الجوي يمكن أن يتكرر في أي مكان، يعني يمكن أن يتكرر بالقرب منك أو مني أو في أي مكان، وبالتالي لسنا بعيدين عن قدر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فلذلك هنا أيها الأحبة، كما قلت لكم، عندما نفكر بالموت كل يوم، النبي يقول إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، اعتبر كل يوم بعد صلاة العشاء عندما تأوي إلى فراشك، أنا أعطيك طريقة لعلاج الخوف من المستقبل والخوف من الكارثة، طبق ما فعله النبي قبل أن ينام. النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم كل ليلة كان يتذكر الموت، آخر عمل يقوم به أنه يتذكر الموت. اليوم للأسف الإعلام العالمي أبعدنا عن الله وغمس تفكيرنا في الدنيا فقط، فلذلك ينبغي أن نعود إلى الله. النبي كيف كان يفكر بالموت؟ قبل أن ينام ماذا كان يقول؟ كان يقول اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك، أن هذه النفس أسلمتها بين يديك يا رب. وكان يقول أيضا إن أمسكت نفسي عندك فاحفظها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، لأن الإنسان كل يوم يموت موتة صغرى عندما ينام، النوم هو الموتة الصغرى، وعندما تستيقظ ترد إليك النفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكل يوم نفسك تغادر هذا الجسد وتذهب إلى خالقها ثم تعود عندما تستيقظ، وهذا الأمر فيه عبرة. فالنبي أدرك هذه الحقيقة، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه إن أمسك نفسه عنده، يعني قضى عليه الموت، أن يرحمها، وإن أرسلها إذا بعثه من جديد وأعاد له الحياة أعاد له النفس أن يحفظها. لذلك كان ينام على ذلك، وعندما يستيقظ ماذا كان يقول؟ وهذا دعاء
معظمنا غافل يعني يغفل عنه. كان يقول عليه الصلاة والسلام مجرد أن يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، إليه البعث، هو الذي يبعث الموتى ويحيي الموتى. يعني النشور يعني إحياء الموتى يوم القيامة. الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني وإليه النشور. فإذا الموت كان حاضرا في تفكير النبي على مدى 24 ساعة في كل لحظة. بهذه الطريقة أخي الحبيب لن تخاف من الموت، لن تخاف من الكارثة، لأنك بالنتيجة ستموت، وملك الموت بانتظار تنفيذ المهمة التي كتبت عندما كان عمرك 42 يوما أو 40 يوما، هكذا كان حجمك كجنين 1 سنتيمتر في بطن أمك. تحدد الأجل وكتب. فهذا الأجل كيف سيكون؟ بمرض، بحادث، بغرق، بحريق، بكارثة، الله أعلم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن هنا أيها الأحبة تأتيني رسائل كثيرة عن رهاب الكوارث. يعني واحد رأى زلزال أو فيضان دمر المنازل وأهلك بعض الناس، فأصبح لديه صدمة أو خوف من أن يلقى نفس المصير، فكيف نعالج هذا الخوف؟ طبعا هو دماغه يفكر فقط في الدنيا. ينبغي أن تعيد أو تغير نظرتك للموت. نحتاج إلى تغيير نظرتنا للموت أيها الأحبة. الموت ليس شيء جيد، ليس شيئا سيئا، هو من ضروريات الحياة، لأن الله تعالى يقول الذي في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الإله العظيم هو الذي خلق الموت وخلق الحياة، وهنا ذكر الموت أولا لأنه هو الأساس. كنتم أحياء، كنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. فأساس الإنسان كان ميتا، والأرض كانت ميتة، والكون كله كان ميتا، بعث الله فيه الحياة والروح والحركة وهكذا. فإذا علاج الخوف من هذه الحوادث أن نغير نظرتنا للموت، وفي كل يوم أن تنظر للموت على أنه ليس النهاية بل البداية. هذا سيغير، يعني ستتغير أفكارك بالكامل، نفسيتك بالكامل ستتغير عندما تنظر للموت على أنه بداية وليس نهاية. هو بداية لرحلة طويلة في عالم البرزخ، إما أن يكون فيها عذاب وعرض على النار، وإما أن يكون فيها نعيم وفرح، فرحين بما آتاهم الله من فضله، وفيها رزق واستبشار، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هي بداية، الموت هو بداية للقضاء على المخاوف والأحزان. ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فإذا نظرت للموت بهذا الشكل فثق تماما أخي الحبيب، سوف إذا نظرت للموت على أنه بداية للأشياء المفرحة ونهاية للحياة التعيسة. أنا أكره الموت ولكن ليس لدي وسواس وخوف من الموت، ولكن الإنسان بطبيعته وبغريزته وبفطرته يحب الحياة ويكره الموت. ولكن عندما يأتي الموت، النبي صلى الله عليه وسلم خيره ملك الموت أن يعيش ما شاء، فقال له بل الرفيق الأعلى، فاختار لقاء الله. فانظر أنت أخي الحبيب إذا جاءك الموت
غدا مثلا، هل تختار هذه الدنيا التعيسة الفانية المليئة بالهموم والمشاكل والظلم والمرض والآلام وإلى آخره، هل تختار هذه الدنيا أم تختار لقاء الله عز وجل؟ فالإنسان عندما يفكر دائما بلقاء الله يرتاح جدا، حتى المشاكل الكبرى في حياته تصبح صغيرة تافهة لا قيمة لها، لأن الله عز وجل يقول من كان يرجو لقاء الله. من كان يرجو، ما معنى يرجو؟ الرجاء هو حالة، هنا الفعل بصيغة المضارع الحاضر فيه استمرار، يرجو يعني كل يوم يرجو، في كل لحظة يرجو، من كان يرجو لقاء الله. فإن أجل الله لآت، ولكن هذا الأجل الله هو الذي حدده، قد يكون بطوفان، قد يكون بمرض، قد يكون بأي شيء. الله يختار لنا الموت المناسب، ولكن ينبغي أن ندعوه ونستعيذ به من شر مثل هذه الموتات التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وأخيرا أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق، وأن يجعل فيها الخير والنفع، وأن تكون هذه الأحداث التي نراها كل يوم هناك حدث، أن تكون عبرة لنا ولكم، نأخذ منها العبرة ونتقرب من الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.